السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وجالنا عليه طلبات كتير، اللي هو التهاب الأعصاب. هنعرف النهاردة ايه هو طرق العلاج المختلفة. كل الناس اللي عندهم مشاكل في الأعصاب يتابعوا معانا الفيديو ده لأنهم هيستفادوا كتير جدا. في حالات مشهورة جدا من حالات التهاب الأعصاب الطرفية، هنتكلم دلوقتي عن أهم الأنواع أو أشهر الأنواع اللي ممكن تحصل نتيجة التهاب الأعصاب الطرفية، زي مثلا التهاب العصب الوجهي اللي هو العصب السابع. العصب السابع أو العصب الوجهي لما بيحصل له التهاب نتيجة تعرض مثلا لبرودة أو نتيجة تعرض لإصابة، ممكن يحصل التهاب في العصب السابع اللي هو الوجهي ويسبب إلى شلل بنسميه شلل بل أو شلل العصب السابع. برضو الحاجات المشهورة التهاب العصب البصري، التهاب العصب بتاع العين، لأن الالتهاب ده بيستهدف العصب اللي جاي من المخ للعين. في التهاب العصب العضدي اللي هو بيستهدف الكتف والذراع، الكتف وإيدين، العصب العضدي. وفي التهاب العصب الدهليزي اللي هو في داخل الأذن الداخلية، عصب الأذن الداخلية. دول أشهر أربع أنواع من التهاب الأعصاب الطرفية اللي موجودة في العيادات. طبعا في اختناق العصب الأوسط في اليد اللي هي بنسميها متلازمة النفق الرسغي، وفي برضو اختناق العصب اللي موجود في القدم، وفي حاجات كتير جدا، لكن دول أشهر الأنواع اللي ممكن يتشافوا أو بيتشافوا في العيادات، اللي هم الأربعة اللي احنا قلنا عليه: التهاب العصب الوجهي، التهاب العصب البصري، التهاب العصب الكعبري، والتهاب العصب الدهليزي اللي موجود في الأذن. التهاب الأعصاب ممكن يصيب زي ما قلنا عصب واحد أو مجموعة من الأعصاب، ممكن يكون حاجة مؤقتة، ممكن تكون حاجة مستديمة مزمنة يعني، وممكن يصيب مجموعة من الأعصاب زي ما قلنا. وفي الحالة ديت لما بيصيب مجموعة من الأعصاب بنسميه التهاب الأعصاب المتعددة أو اعتلال الأعصاب المتعددة. لو حبينا نعرف ازاي احنا بنشخص التهاب الاعصاب الطرفيه، يعني نعرف منين ان الشخص ده عنده التهاب اعصاب طرفيه، اول حاجه عن طريق المريض اللي بيجي لك بتاخد منه القصه المرضيه، هل هو عنده سكر، هل هو عنده نقص فيتامينات، هل هو حلل قبل كده، هل هو عنده في العيله عنده حد مصاب بالسكر، هل بياخد ادويه معينه، ايه طبيعه شغله، عشان هل هو بيتعرض لمواد كيماويه زي ما احنا قلنا، هل حصل له اصابه، هل عمل عمليه قبل كده، لان في بعض التهاب الاعصاب بيتم بعد العمليات نتيجه اصابه مباشره للعصب. برضو عن طريق شكوى المريض بيشتكي من ايه، الحاجات اللي احنا قلنا عليها اللي هو الوخز والتنميل والخدر والكهرباء والشكشكة وضعف الجزء المصاب والكلام ده كله اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي هي الاعراض اللي المريض بيجي يشتكي لنا منها او يقولك انا بشتكي من الحاجات دي. بعض الاختبارات اللي احنا بنعملها للمريض في العيادة بنشوف بقى اللي هو قوة العضلات، قوة الاعصاب، بنشوف بعض الاختبارات الاخرى اللي هي في العيادة اللي بتساعدنا على التشخيص ومعرفة ايه هو العصب الملتهب بالظبط. بعض الاختبارات ممكن نلجأ اليها لما نحب نشخص اكتر، يعني عشان نعرف السبب الرئيسي، زي مثلا بناخد عينة من الدم ونشوف هل الشخص ده عنده التهاب ولا لا، عنده سكر ولا لا، نقص فيتامينات، عنده نقص او ارتفاع نسبة الزرنيخ، الرصاص، الزئبق في الدم، هل عنده مشكلة في المناعة، المناعة بتاعته قليلة ولا لا. ممكن نعمل فحص العين عشان نشوف التهاب العصب البصري. الفحوصات اللي بتتم العين عن طريق نشوف حدة البصر، نشوف اختبار رؤية الألوان، اختبار انعكاس الضوء، بنشوف الاستجابة البصرية، بنشوف الفحص العضوي للعين نفسها. من الحاجات اللي ممكن نعملها برضو البذل القطني، اللي هو بناخد عينة من النخاع الشوكي ونشوف الشخص ده عنده مشكلة في سائل الشوكي اللي هو السائل النخاعي ولا لا، هل هو عنده التهاب سحائي، هل هو عنده التهاب في الدماغ ولا لا. ممكن نعمل اختبار عصب او ممكن نعمل اختبار للعضلات، ممكن نعمل رسم عصب للعصب نفسه نشوف النبضات العصبية اللي موجودة في العصب، وممكن نعمل رسم للعضلات، قوة العضلات، عشان نعرف هل النبضات اللي وصل للعضلات دي كويسة ولا قليلة ولا ايه بالظبط. برضه ممكن ناخد عينة من العصب، ناخد خزعة من العصب ونحللها ونشوف هل في التهاب في العصب ولا لا. ممكن نعمل أشعة عادية، ممكن نعمل أشعة رنين، ممكن نعمل أشعة مقطعية، كل الحاجات دي ممكن تدينا فكرة وممكن تشخص المشكلة ونعرف فين بالظبط المشكلة وايه أسبابها. طب لو حبينا نعرف دلوقتي ايه هو طرق علاج التهاب الاعصاب الطرفيه، بنجد ان التهاب الاعصاب الطرفيه العلاج بتاعه بيتمثل في واحد من اربع اشياء مهمين جدا. اول حاجه العلاج الدوائي عن طريق ان احنا بنوصف للمريض ادويه، ودي بتعتمد على حاله الايه، التهاب الاعصاب. هل هي حاله بسيطه فبنكتب له مسكنات اللي هو المسكنات الغير استرويديه زي الفولترين زي الاولفين زي الكلام ده كله، او الحالات الشديده ودي ممكن نستخدم له المسكنات الافيونيه زي الكودين والهيدروكودون. الحالات الحادة ممكن بنستخدم الكورتيزون كحبوب مثلا او حقن.
في حياتي المزمنه ممكن نستخدم البريجبالين والحاجات المشابهه ليه، اللي هي زي الليركا زي النورنتين زي الكلام ده كله اللي موجوده في الاسواق. طب العلاج الطبيعي ده يعتبر تاني طريقه من طرق علاج التهاب الاعصاب الطرفيه، وده مفيد جدا لانه بيعمل اعاده تاهيل للعضلات وتحسين القدره على الحركه. طبعا ممكن استخدامه في صوره العلاج البارد زي الكمادات البارده والكمادات الحاره والوخز بالابر والتدليك وتحفيز الاعصاب كهربائيا عن طريق الجلد. المكملات الغذائيه مهمه جدا، خصوصا الناس اللي عندهم نقص في الفيتامينات او نقص في العناصر المهمه جدا. فمثلا نقص فيتامين ب12 مهم جدا لانه بيساعد على نمو وتجديد الاعصاب، وفيتامين ب6 مهم جدا لانه بيعزز الشفاء والتهاب الاعصاب، والكالسيوم والمغنيسيوم برضو بيساعد في تحسين التوصيل العصبي للنبضات العصبيه. رابع طريقه في العلاج هو العلاج الجراحي لما بيكون في شيء ضاغط على العصب او لما يكون العصب مقطوع مثلا، فاحنا بنلجأ في الحاله دي الى الجراحه عن طريق ان احنا بنشيل الورم او بنشيل الشيء اللي ضاغط على العصب عشان يخف الضغط عليه. كده يبقى احنا اتكلمنا النهارده عن ايه هو التهاب الاعصاب الطرفيه وايه هي الاسباب وايه هي طرق العلاج المختلفه. تابعوا معانا الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله، بنتمنى ليكم الصحه والعافيه. كان معاكم دكتور طارق تركي استشاري جراحه العظام والعنايه بالقدم والقدم السكري، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.